تركيبة بسيطة قوي، ولو ما عملتهاش هتضيع عليك مصدر من المشاهدات، مصدر فعال جدا. هو يمكن مش اكبر مصدر للمشاهدات موجود على قناتك او على اي قناة عموما، ولكنه مصدر مهم جدا، لان المصدر ده هو مصدر الاشعارات. ومعنى ان المشاهد يضغط على الاشعار ويبتدي يخش على الفيديو من الاشعار، ده بيدل على ان المشاهد ده بيحب القناة جدا، لان هو كده مفعل الجرس عنده عشان يشوف اي فيديوهات جديدة. والنوع ده من المشاهدين بيكونوا اكتر ناس متفاعلة مع القناة، مش مجرد بمشاهدة بس للفيديوهات، ولكن بيتفاعلوا برضو معاك بالتعليقات وبيتفاعلوا معاك باللايك، وده بيبقى سبب رئيسي من اسباب انتشار الفيديوهات عندك في القناة، وان اليوتيوب يبتدي يرجحها لمشاهدين تانيين مش مشتركين في القناة. فانت لو مش مفعل الخاصية دي، فانت هنا بتخسر مصدر مشاهدة مؤثر جدا، يمكن زي ما بقولك مش من اكتر مصادر المشاهدة الا على اي قناة، ولكنه فعال ومؤثر جدا. الخاصية دي ان انت لو عامل قناتك مخصصة للاطفال، هنا اليوتيوب ما بيفعلش زر الجرس للمشاهدين. في بعض الناس اللي هي اصلا المحتوى بتاعها ما بيكونش مخصص للاطفال، ولكن هي فاكره ان هي لما تعمله مخصص للاطفال ان كده القناه او المحتوى بتاعها هينتشر اسرع من المحتوى العادي. ده يمكن فعلا صح وغلط في نفس الوقت. صح، لان فعلا محتوى الاطفال بينتشر بطريقه اكبر بكتير من المحتويات العاديه، ولكن لو انت محتوى عادي والمحتوى بتاعك مش موجه للاطفال وعاوز تاخد ميزه انتشار محتوى الاطفال بان انت تكتب ان المحتوى بتاعك مخصص للاطفال، فهنا ممكن المحتوى بتاعك ينتشر في الاول بس، ولكن هينتشر لناس برضو مش حابين المحتوى بتاعك. فهنا انت بتخسر مشاهدين وبتخسر وقت مضيعه على الفاضي، ان انت ما بتوصلش للجمهور اللي حابب المحتوى بتاعك. لان من اهم حاجة في اي قناة هي التخصص، التخصص عشان يقدر اليوتيوب يعرف انت بتتكلم عن ايه ويبتدي يرشحك للجمهور المناسب ليك. يعني لو انت مثلا المحتوى بتاعك بيتكلم شوية عن حاجة وشوية تانية عن حاجة تانية وشوية عن حاجة تالتة، الكلام ده كله بيلخبط اليوتيوب ومبقاش فاهم انت بتتكلم عن ايه، وساعتها هنا اليوتيوب بيرجحك بطريقه عشوائيه لاي حد، وبكده تكون انت موتت القناه بتاعتك. حتى لو كان المحتوى بتاعك كويس وتعبت عليه كتير، ما بتفرقش الكلام ده كله، لان المحتوى في الاخر ما بيروحش للمشاهد المناسب. فتعالوا اوريكوا ازاي في الاعدادات بنقدر ان احنا نظبط الخاصيه دي بحيث تعملها مره واحده وخلاص، مش بتعملها كل فيديو. فلو نيجي على القناه عندي، انت هتخش على القناه عندك على الاستوديو، بعد كده تدخل على الاعدادات، بعد كده تدخل على القناه، هتفتح الاعدادات المتقدمه، هتلاقي هنا تاني حاجه هل تريد تصنيف قناتك على انها مخصصة للاطفال؟ هتلاقي فيه 3 اختيارات، نعم اريد تصنيف هذه القناة على انها مخصصة للاطفال، او لا اريد، وتالت حاجة اريد مراجعة هذا الاعداد لكل فيديو على حدة. وطبعا الاوبشن ده يعني سبيشال قوي لبعض القنوات اللي هي مثلا بتعمل محتوى عادي وبتعمل مثلا حلقة او حلقتين عن حاجة تخص الاطفال، فهنا بتخصص الفيديو ده ان هو يروح للاطفال، ودي حالات طبعا نادرة. والاغلب هنا ان كل القنوات بتبقى يا اما مخصصة للاطفال يا اما غير مخصصة للأطفال. فهنا انت بتفعل الاوبشن ده مرة واحدة وبتنساه خالص بعد كده. فانت لو مفعل نعم اريد تصنيف هذه القناة على انها مخصصة للأطفال وهي مش مخصصة للأطفال، فانت هنا بتفقد خاصية الاشعارات. فانت هنا هتدوس لا اريد تصنيف هذه القناة على انها مخصصة للأطفال. ولو عاوز اجرب معاك ان انا مثلا ادوس نعم اريد تصنيف القناة على انها مخصصة للأطفال، ونعمل حفظ ونشوف، ندخل على قناة تانية ونشوف هل نقدر ان احنا نفعل الجرس ولا لا. انا بعد ما فعلت هنا الخاصية دي هاجي على القناة هنا واعمل ريفرش، عملت ريفرش للصفحة عشان تتفعل الخاصية، وفعلا هنا اتفعلت الخاصية، يعني تم الاشتراك. ولكن هتلاقي الجرس معمول باللون الرمادي اللي هو ما تقدرش تدوس عليه، لما بتدوس عليه يقول لك هذا الاجراء غير مفعل للمحتوى المخصص للاطفال. فنيجي نرجع هنا تاني للقناة وندخل على الاعدادات، بعد كده ندخل على القناة، ندخل على الاعدادات المتقدمة، ونرجع تاني نقول له لا اريد تصنيف هذه القناة على انها مخصصة للاطفال، ونعمل حفظ. بعد كده نرجع تاني للصفحة ونعمل ريفرش. هنلاقي هنا ان الجرس ظهر من تاني واقدر افعله اذا كان الكل او مخصصة او عدم تلقي اي اشعارات. والمميز هنا ان انت لما بتشيل الميزة دي او ترجع لها تاني بيخليك على الوضع اللي انت كنت عليه. يعني انا كنت على الوضع اللي هو مفعل كل التنبيهات، فلما رجعت القناة غير مخصصة الاطفال تاني رجع لي الجرس برضو بالخاصية بتاعته القديمة اللي هو متفعل على كل التنبيهات. ويمكن دي كانت حاجة بسيطة، ولكن ممكن كانت تبقى تايهة عن كتير منكم، واللي كانت هتأثر على نسبة المشاهدة وعلى نسبة المشاهدين المتفاعلين على القناة. فلو انت مش مفعل الخاصية دي ففعلها لو انت قناتك مش مخصصة للأطفال وهي مرة واحدة بتعملها في الإعدادات وما بترجع لهاش تاني. ودي كانت كل حاجة عن فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو واستمتعتوا. ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات، أنا برد على كل التعليقات ما بسيبش ولا تعليق. واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس اللي هتلاقوه في القناة، لأن أنا عامل القناة غير مخصصة للأطفال عشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة اللي هعملها بإذن الله. وأشوفكم بخير في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.